خرج طلاب جامعة أم درمان في السودان للتظاهر تنديدا بمقتل طالب داخل الحرم الجامعي من قبل لصوص كانوا يريدون سرقة هاتفه المحمول. وتعرض الطالب عبد العزيز الصادق محمد الفرقة الثالثة بكلية علوم المختبرات بجامعة أم درمان الإسلامية في حوالي 9 صباح الأحد لطعنة غادرة بقال حد من مجهولين. بحسب ما ذكر بيان للجامعة نشرته وكالة الأنباء السودانية، وقالت إدارة الجامعة أن الشرطة باشرت إجراءاتها الجنائية بمشرحة أم درمان والبحث عن الجناة، وما زالت التحريات مستمرة بصورة مكثفة لكشف ملابسات الحادث. ودشن سودانيون هاشتاج مقتل أم، والذي أصبح من الأكثر تداولاً حيث نددوا بالجريمة خاصة وإنها حدثت داخل الحرم الجامعي. ونشر الطلاب في تغريداتهم صورا وفيديوهات للمظاهرات المطالبة بحق الطالب والكشف عن الجناه. وطالب كثير من الطلاب إدارة الجامعة باتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية الطلاب، مثل تصوير الجامعة من جميع الاتجاهات ونشر الحرس الجامعي على مداخلها ومنع دخول السكن الجامعي لغير الطلاب. الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إن لله وإن إليه راجعون.